اوكي. تبقى معاناة الأسرة الإعلامية المختصة في التغطية المباريات، تعاني على كل بعين البيضاء بأم البواقي بعين مليلة، حتى في الملاعب الصغيرة على كل، ولكن بالنسبة للملاعب هذه الرئيسية من حيث رانا ننقلوا في المباراة رانا أيضا ننقلوا هذا الانشغال للمعنيين أو للأمر أنهم يحسنوا شوية ظروف تاع والوضعية تاع هذا الملعب. يعني ظروف عمل صعبة صعبة للغاية في ملعب يعد من معالم الرياضة في ولاية أم البواقي، ملعب زرداني حسونة، ولكن سنة 2015 لا ندري من المسؤول عن هذه الوضعية، هل هي البلدية نقص استفهام، هل هي مدير الشباب والرياضة سؤال آخر، أم أطراف أخرى؟ إذن نخدم في ظروف جد صعبة والدولة وضعت كل الإمكانات، لست أدري إلى أين نحن ذاهبون بمثل هذه الظروف.